دلوقتي هنبدأ براكتيكال بتاع الباراسيتولوجي الاميبيازس. اول حاجه الاميبا دي بتوجد في تو فورمز، تروفوزويد وسيست. التروفوزويد ده اللي هو الانفيزيف ستيج، بيعمل انفيجن للميوكوزا بتاعه الانتستين، فبيعمل فيها فلاسكي شيبد ألسرز. ممكن كمان يوصل البلد فيعمل امبولاي، الامبولاي دي تلف مع السيركيليشن توصل للليفر، ففي الليفر تعمل ابسس. الابسس دي بتخف لو المريض نام على جنبه، بيحس ان الوجع خف شويه، بس هي بتبقى سبيسيفيك قوي ان هي كمان بتعمل الاليفيشن في الرايت هيميديافرايم. تمام. طيب احنا قلنا الفورمز بتبقى يا اما تروفوزويت يا اما سيست. التروفوزويت بياكل الار بي سيز، فبنلاقي جواه نقط كده، دي الار بي سيز، والنيوكليوس بتاعتها بيبقى فيها حاجه اسمها سنترال كاريوزوم، يعني هي من النص فيها كاريوزوم، ومن الجناب كده فيها بريفرال كروماتين، يعني هي من الجناب واضح السواد اللي فيها، من النص فيه نقطه تانية اسمها كاريوزوم. ماشي. هنبص تاني هنا هنلاقي الار بي سيز، وهنبص نلاقي الفيزيكولار نيوكليوس. تمام. طيب احنا طبعا عارفين ان هنا يعني مش واضحه قوي الديل بتاعها ده، بس لو بصينا كده شويه هنعرف الديل ده هو اللي بيحركها. ماشي. الديل هنعرف ان دي على الاقل التروفوزويت، يعني مش سيست. طيب السيست بقى بنعرفه ازاي؟ اول حاجه السيست في الصوره هنا طبعا واضح، يعني واضح ان هو ليه جدار مميز ودايره وفي كذا واحده من النيوكليوي، طالما جواه كذا نيوكليوس يبقى ده سيست، مش تروفوزويت. التروفوزويت فيه نيوكليوس واحده، كذلك ان ده فيه كذا كروماتويد بودي، الكروماتويد بودي ده بيبقى متخزن فيه اكل. طيب يبقى فيه هنا ادي الكروماتويد بوديز وادي النيوكليوي، فور فيزيكولار نيوكليوي موجودين معانا في الصوره دي. يبقى دي كده انت ميبا هيستوليتيكا تروفوزويت، ودي كده انتاميبا هيستوليتيكا سيست، ودي ماتيور سيست اوف انتاميبا هيستوليتيكا، ودي كده اميبك فلاسك شيبد ألسر، وده ليفر ابسس ان اكس راي. تمام. الجيار دي احنا عارفين ان هي بنعرفها من اسمها ان هي بتجري لان عندها فلاجيلا كتير، عندها اربعه فلاجيلا وهي بتتقسم بالباينري فيجن، فهي عندها في النص حاجه اسمها اكزوستايل او اكزوستيل. المهم ان هو في اكزون كده في النص اسمه اكزوستيل، ده بتتقسم من عنده، فبيبقى عندها هي اصلا في الطبيعي تو نيوكليوي، يعني نيوكليس على كل جنب كده، وفي النص عندها كاريوزوم زي الانتاميبا هيستوليتيكا برضو، وفي عندها ساكنج ديسك، في بارابيزال بوديز، ايه تاني، وعندها الفلاجيلي طبعا زي ما قلنا. طيب السيست بتاعها، السيست بتاعها بيبقى عندها اربعه نيوكليوي وعندها سيست وول. تمام. الاربع نيوكليوي ليه؟ لان هي لما تتقسم بالباينري فيجن كل جيارديايا هتاخد 2 نيوكليوي. تمام. طيب ايه تاني، ادي شكلها بقى تحت الميكروسكوب، عندها 2 اوفال نيوكليوي، اكزوستيل في النص، 4 بيرز اوف فلاجيلي، حتى لو مش واضحين انت حافظهم، ما هم 4 بيرز، هي عندها 8 توتال. طيب 4 نيوكليوي جروب دي ان مش عارف ايه، عشان هي دي فيها 2 جيارديايا، في اكزوستيل في النص. تمام. في بارابيزال بودي، هو عموما غالبا مش هيسأل في التفاصيل دي، بس ادينا بنعرفها برضو. التوكسوبلازما بقى، هي غالبا بتبقى موجوده في هيئه تاكيزويت او براديزويت. التاكيزويت دي بتبقى موجوده فري كده، وبنعرفها ان احنا بنلاقي شكلها يعني من جالي الشكل كده كريسنت ان شيب يعني، وبنلاقي ان في ناحيه الراوندد منها النيوكليوس موجوده. تمام. طيب والتاكيزويت طبعا قلنا ان هي بتبقى عايشه فري، اما السيست بيبقى موجود فيه البراديزويتس. تمام. ايه تاني، الملاريا بقى انا عارف ان هي بتلخبط شويه، بس احنا هنظبطها ان شاء الله. بالنسبه للفيفاكس هي بتبقى رينج شيبد. تمام. بالنسبه للفالسيبرام بتبقى كذا واحده جوه الار بي سي، بالنسبه للملاري بتبقى باند شيبد، ده مبدئيا كده. تمام. بالنسبه للاوفال بتبقى باينه ان هي مزجزجه كده، هي اوريدي شبه الايج. تمام. اوفال ومزجزجه كده. تمام. طيب نظبطهم بقى كويس بالترتيب كده. نتكلم الاول عن الرنج، يبقى ده احنا بنعرف الملاريا ازاي اصلا، ان هي السلايد بتبقى فيها ار بي سيز. تمام. طيب في كروماتين دوت وفي فاكيول، ده اسمها رنج اوف بلازموديوم فيفاكس. طيب ده ايه؟ ده شكله تروفوزيت، واضح قوي ان هو تروفوزيت بيمشي اهو، فده تروفوزيت اوف بلازموديوم فيفاكس. طيب ده مليان بقى نقط كده، فدي كده مليان ميروزويتس، فده الشايزونت بتاع البلازموديوم فيفاكس. ماشي. مليان كروماتين دوتس، في كمان شايزونت بتاع البلازموديوم ملاري، بس الشايزونت هنا خفيف شويه. تمام. يعني مش مليان حاجات، هو اخف سيكا، لكن ده مليان على اخره، فدي الفيفاكس. تمام.
في هنا كمان الجاميتوسايتس. انا طبعا عارف ان الجاميتوسايتس ممكن تلخبط مع الشايزونت، بس الفرق ان هنا في نيوكلياس واضحه، لكن هنا واضحه اغمق شويه، الكائن نفسه اغمق، لكن هنا الشايزونت الجاميتوسايت بتبقى افتح سيكه وفي هنا النيوكلياس. ماشي. طيب يبقى كده قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا ده البلازموديوم فيفاكس، الرينج اوف بلازموديوم فيفاكس، هنا التروفوزويت، هنا الشايزونت، هنا الجاميتوسايت. تمام. طيب في حالة ان هي بقى فالسبرم، الفالسبرم بتبقى كذا واحدة جوه الار بي سي، فبنبص جوه الار بي سي نلاقي كذا دوت كده، فكده احنا عرفنا ان ديت فالسبرم. طيب وبنبص في الجاميتوسايت بنلاقي شكلها خطاف، تمام، لان الفالسبرم فالسبارم اصلا يعني يعني خطافية الشكل، تمام، من جالية الشكل بالظبط كده. طيب نفرق ازاي ما بين البلازموديوم فالسبارم والتوكسوبلازما؟ فين التوكسوبلازما؟ ثانية، اقصد الشايزوم، التاكيزوت بتاع التوكسوبلازما، التاكيزوت بتاع التوكسوبلازما موجود على سطح ابيض، مش موجود في ار بي سيز، بلس ان هو موجود النيوكليس بتاعته شكلها سبيسيفيكلي. تمام. طيب يبقى كده دي موجودة في ار بي سيز، يبقى دي ملاريا. طالما شكلها فالسيبرم يبقى دي جاميتوسايت اوف بلازموديوم فالسيبارم. طب لو موجودة جوه الار بي سي نفسها كذا واحدة يبقى دي كده رينج اوف بلازموديوم فالسيبارم. ماشي. ايه تاني؟ البلازموديوم ملاري بقى، انا باخد لكل واحدة فيهم التروفوزويت والشايزونت والجاميتوسايت. طيب التروفوزويت في الملاري بتبقى باند شيبد. ماشي. الشايزونت بتاعها بيبقى مليان كده، بس يعني اخف شويه من التانية اللي هي كانت اسمها ايه، اللي هي كانت اسمها الفيفاكس. ماشي. طيب بالنسبه للاوفال، الاوفال بتبقى شبه الايج بس مزجزجه كده. ماشي. اما دي بتبقى النيوكليوس بتبقى سنترال اند ديفيوز، مش عارف ايه، انفكتد ار بي سيز انلارجد اوفال اند كريسنت، يعني كلام بسيط يعني، جاميتوسايت اوف بلازموديوم اوفال. ماشي. طيب بالنسبة لليورين بقى، في حالة الملاريا بيبقى فيه طبعا هيموليسيز للار بي سيز، فبيبقى فيه بينزل في اليورين يعني الاجزاء من الار بي سيز اللي هي متكسرة وكونجيجيتد دي، فبيبقى اليورين اسود، ودي طبعا بتبقى طبعا حالة سيفير وبيبقى فيها مشاكل جامدة. طبعا بيبقى فيه هنا اللي بينقلها الفيميل انوفيلس موسكيتو، والفيميل انوفيلس بتبقى هي الديفينيتيف هوست، احنا بس انترميديت لان السكشوال سايكل بتحصل في الفيميل انوفيلس موسكيتو. تمام. شمانيا فهي موجوده في تو فورمز، يا اما اماستيجوت يا اما بروماستيجوت. البروماستيجوت ديت اللي هي انفكتيف ستيج، اللي هي بتنزل من الناموس اللي بتقرص او من الساند فلاي يعني، بتنزل ادي فلاجيلم، بيبقى فيه كمان الفلاجيلم ده اللي بيحركها، بعد كده بيبقى فيه بيزال جرانيول، بعد كده بيبقى فيه بارا بيزال بودي، بارا بيزال بودي ده قدام البيزال جرانيول شويه بشويه، وفي اكزونيم اللي هو طالع اكزون كده طالع منه الفلاجيلم، وفي نيوكليوس. ماشي. طيب بالنسبه للامستيجود دي لما تدخل الماكروفيجز بقى بتخسر الديل بتاعها، بس بيفضل عندها الاكزونيم اللي هو كان طالع منه الديل، الاكزونيم ده، وبيبقى عندها كمان البيزال جرانيول اللي هي كانت هنا في اخر الاكزونيم. يعني بص ادي ده كده الاكزونيم، دي كده البيزال جرانيول، ده البارا بيزال بادي. ماشي. هنا برضو هنبص نلاقي الاكزونيم، هنا البيزال جرانيول، هنا البارا بيزال بادي. ماشي. وفي هنا النيوكليس. طيب بالنسبه بقى هنا الصوره دي هنبص نلاقي دي ماكروفيج واضحه مليانه جواها الاماستيجوتس، وادي هنا الفلاجيلم، دي فلاجيلايه واحده، فدي هنعرف منها ان دي بروماستيجوت بتاعت الليشمانيا. تمام. فري لونج فلاجيلم، ادي انتيريور كارنيتو بلاست، ادي سنترال نيوكليس. تمام. طيب اهم حاجه اسماء الصور بس، الاماستيجوت اسمها دي اماستيجوت فورم اوف ليشمانيا، دي ليشمانيا بروماستيجوت. ماشي. طيب دي راجل نجا اهو، يبقى ده في افريقيا، يبقى افريكان فورم. تمام. دي طبعا بوست كالازار لان الراجل ده ما خدش العلاج، ما كملوش، ده خد العلاج وكمله مع ذلك جاتله، فدي ديرمال ليشمانيز، بوست كالازار ديرمال ليشمانيز، دي الانديان فورم. تمام. بيبقى فيه هايبو بيجمنتد ماكيولز ونوديولز ونقط كده افتح من باقي الجسم، وبتبقى ديسيمينيتد كده. ايه تاني؟ بعد كده الليشمانيز بقى اللي هي السنجل، بيبقى فيه ويت سور، دي في حالة بتبقى مالتيبل وويت، دي اللي هي موجودة في الصحاري اللي هي اسمها ليشمانيا ميجر، أما اللي هي سنجل وجافة بتبقى ليشمانيا تريبيكا، مش موجود لها صورة هنا. أما الديفيوز دي اللي هي أثيوبيكا في حالة إن المناعة بتبقى واقعة، ديفيوز كوتينيوس ليشمانيا. إيه تاني؟
هنا بالنسبة للي فيها النيزل سيبتم ميتاكل دي اللي هي برازيليانس ميوكوكتينيس ليشمانيا، يعني برازيليانس خصوصا. بعد كده الليشمانين تيست، احنا بنحقن بروماستيجوتس. البروماستيجوتس دي لو الشخص عنده انتيبوديز، عنده قصدي سيل ميدييتد اميونيتي، مش انتيبوديز طبعا، بتبقى سيل ميدييتد اميونيتي. لو عنده اميونيتي ضد الليشمانيا الجزء ده هيحمر زياده عن 10 سنتي او 10 مللي، المهم يعني ان هي زياده عن 10 على المسطره. لو حمراء يبقى دي بوزيتيف، لو مش حمراء يبقى دي نيجاتيف، مفيش ليشمانيا. ممكن ساعات تبقى نيجاتيف برغم ان في ليشمانيا، خصوصا في حاله الديسيمينيتد ليشمانيا اللي هي ليشمانيا اسيوبيكا، لان المناعه بتبقى واقعه اصلا. زي ما احنا شايفين بيعرفك ان ده البروماستيجوتس دخلت عملت اكتيفيشن فالسي دي فورم اللي هي مع التي سيلز، نشطت الماكروفيجس وعملت انفلاميشن كده اللي هو رياكشن استجابه، يعني انفلاماتوري ريسبونس. تمام. بعد كده فيلاريا، في التروب بتعمل تروبيكال بالمونري ايزينوفيليا طبعا لو راحت اللنج، فالتروبيكال دي تحس ان هي حر. تمام. فبتحس بتلاقيها في الشيست ري عامله كأن في نار طالعه كده من الشيست. تمام. تروبيكال في راديتنج كده. تمام. طيب كذلك المايكروفلاريا بتاعت الفلاريا اللي هي المايكروفلاريا بتاعتها بتبقى مليانه نيوكليوي كده، من نيوكليوي منقطه وكأنها لابسه جلابيه اوسع منها. ماشي. طيب بنشوف ايه تاني. طبعا هو بيقول هالو ريبريزنتنج تشيز اللي هو الجلابيه الواسعه، يعني لابسه حاجه اوسع منها، ودي المفروض ان هي ار بي سيز بقى. طيب الالفانتيازيس بتعمل طبعا نمبتنج اديما، وبتعمل كايليوريا بسبب ان الليمفاتكس بيحصل فيها دامج فبتطلع الفلود اللي جواها اللي هو مليان بروتين ومليان اصلا ومليان دهون. تمام. مليان ليبيد ومليان دهون. ميلكي ابيرنس ديو تو بريزنس اوف فات دروبلت ان يورين، طبعا ده في حاله ان هي كايليوريا يعني هي موجوده في اليورين، فهي ده في حاله ان الليمفاتكس بتاعت اليورين تراكت هي اللي باظت يعني. طيب النوتسي كونسنتريشن تكنيك ده احنا بنستخدمه في تشخيص الفيلاريا. بنشخص بيه الفيلاريا ازاي؟ ان احنا بنلاقي بناخد نقط دم من الاير لوب، او يعني الاير لوب احسن، بس المهم بناخد الدم وبنعمله مع الفورمالين. اللي بيترسب ده هو اللي بيبقى فيه الفيلاريا، بناخده بنسيبه ينشف. تمام. بعد كده بنصبغه بجمزه بنشوف الميكروفيلاريا تحت الميكروسكوب. طيب الانتيرو تيست ده بنستخدمه في تشخيص الفاشيولا والجياردية والاسترونجلويد. طبعا الجيارديا لان هي بتجري فهي موجوده طبعا في الانتستين. الفاشيولا لان دي موجوده في الجول بلادر فساعات بتنزل برضو فممكن نلاقيها. هي في اسمها فاشيولا هيباتيكا، موجوده بتبقى موجوده اصلا في الجول بلادر والبايل داكت. والسترونجولويد برضو بتبقى موجوده في الانتستين، فالانتيرو تيست كبسول دي بتوضحه. ماشي. الاندايركت هيم اجلوتينيشن تيست ده احنا بنستخدمه مع الفاشيولا والشيستوزوما والهايديتد والاميبا والملاريا والتوكسوبلازما. فكرته كلها ان بيبقى فيه انتيجن محطوط على الار بي سيز، فاحنا بندتكت الانتي بوديز بتاعه الحاجات دي. ماشي. عشان كده هو اسمه اندايركت، طالما اندايركت يبقى احنا بندتكت انتي بوديز، لكن لو دايركت بنديتكت انتيجن. طيب احنا هنا معانا الانتيجن وبنديتكت انتيبوديز. اللي هيحصل ان لو الانتيبوديز موجوده هتعمل اجلوتينيشن للار بي سيز، وهنحط انتيبوديز تانية تلزق كمان في الانتيبوديز دي، فهنبص في الاخر نلاقيها فردت الار بي سيز بشكلها كده، عملت المنظر ده. فهتبص تلاقي بدل الار بي سي ما كانت نقطه كده بقت مفروده بوزيتيف. تمام. وهوموجينس كده. فده بوزيتيف تيست، يعني في فاشيولا او شيستوزوما او هايديتد او ايا كان الحاجه اللي احنا عملنا لها. تمام. ممكن نعمل اليزا بيبقى فيه انتيجين بعد كده نحط عليه انتي بودي يمسكوا في بعض. احنا طبعا حافظين الاليزا دي يعني الواحد زهق من امها والله. طبعا بيبقى معانا جهاز بيعرفنا الالوان بتاعه الاليزا، التستات بتاعه السي بي سي اللي بيبقى فيها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا دي ان الحديد قليل، فدي الحاجات اللي بتعمل نزيف. فايه اللي بيعمل نزيف في اللارج انتستين؟ التريكيورس، التريكورا لانها بتخرم اللارج انتستين، الانكليستوما لان عندها اسنان بتعض السمول انتستين، الشيستوزوما هيماتوبيوم لانها السباينز بتاعه الاكز بتاعتها بتعور السمول انتستين. تمام. الرابيد دايجنوستيك تيست بقى ده بيبقى فيه ده شبه فكرة حبوب منع شريط منع الحمل، فهو يعني سهل برضه وشفناه قبل كده. طيب التستات بقى بتاعت السينوستيك بلاد فيلم ده احنا بنعملها في الملاريا والفيلاريا. تمام. الحاجات اللي بتبقى موجودة في الدم يعني، الملاريا بتبقى موجودة في الدم مينلي، الفيلاريا بتبقى موجودة في الليمفاتكس، فدي نعرفها ليها. السيك أحسن طبعا لأنها بتبين أكتر، نعرف إن السيك هي دي السن. تمام. ودي السك. ماشي.
السين بتبقى نقطة واحدة، السيك بتبقى كذا نقطة. في مرور الجيل تيست ده بيعرفني في حالة الهايبر جاما جلوبينيميا، وده بنعمله في مع الليشمانيا أكتر. إيه اللي بيحصل؟ إن لو في هايبر جاما جلوبينيميا يعني في اميونوجلوبولينز كتير، بيحصل كواجيليشن بسهولة. فبالتالي لما بميل البتاع لو اتحركت كده كأنها فلويد يبقى دي نيجاتيف، لو اتجمدت كده يبقى دي بوزيتيف. معنى كده إن في الفيمورول الفيرمول تيست ده بوزيتيف، معنى كده إن في هايبر جاما جلوبينيميا، معنى كده إن في ليشمانيا. تمام. طيب إيه تاني؟ الإلايزا اتكلمنا عنها. بس كده. تمام. ده طبعا الدياجنوزيس بتاع الليشمانيا والفيلاريا والشيستوزوما بالفلوروسنت انتيبودي. دي كده واضحة ان هي بوزيتيف لان هي منورة، دي اغمق فهي نيجاتيف. وبكده نكون خلصنا باراسيتولوجي لمنهج تالتة طب اسكندرية. تمام. طيب انا دلوقتي هقول لكم شوية ملاحظات علشان الامتحان بتاعكم سواء عملي او نظري تذاكروا ازاي. تمام. طيب احنا دلوقتي خلصنا الجزء العملي اللي هو بيور براكتيكال، بس الامتحان ما بيجيش كده بس، الامتحان بيجي بيسألك في نظري. طب الأسئلة بتبقى عاملة ازاي؟ هيجيب لك صورة مثلا لهيلمنتس من اللي احنا قلناهم، وهيقول لك الاج دي مثلا مثلا اي حاجة، تمام، او التروفوزويد ده او ايا كان الحاجة دي لايه. تمام. هيجيب لك الصورة دي مثلا، يقول لك ايه دي، هتقوم قايل له انت انتروبيوس مثلا. طيب هيقوم سألك الانتروبيوس دي بنشخصها ازاي، فتقوم انت قايل له ان انا بعمل اللزقه بتاعت السلاتيب وللاخر يعني الاديزف تيب تيست. تمام. طيب هيقول لك بقى بعالجها ازاي مثلا، هيقول لك ايه الانفكتيف ستيج بتاعتها، هيقول لك بتتنقل ازاي. دي طريقه الاسئله. تمام. فالامتحان مش بس بيبقى بيسالك في البراكتيكال ان هو ايدنتيفاي مثلا او كده، لا هو بيسالك في النظري كمان. فعلشان تراجعوا النظري انا بريكومند انكم تسمعوا الفويس نوتس اللي موجوده على التليجرام تشانل بتاعت اي اس ام ماينز، انا برضو اللي كنت شارح فيها بنفس طريقتي في شرح العملي، شارح البراكتيكال، شارح قصدي النظري، مربط برضو الحاجات بنفس الطريقه كده بحيث تفتكروها في وقت قصير. تمام. هحط لكم اللينك بتاع التشانل في الديسكربشن بوكس، واتمنى تفتكروني بدعوه يعني هتفرق معايا جدا، وسواء بقى في الامتحانات اللي جاية دي، عندي بطنة وجراحة السنة الجاية، هيبقى عندي نساء وأطفال لو ربنا أحيانا، السنة اللي بعدها هيبقى عندي امتحان مزاولة مهنة، فهو الطب ما بيخلصش كله امتحانات، فأي وقت هتدعوا لي هتفرق معايا جدا. تمام. أتمنى أكون أفدتكم وشكرا لكم.